رفض وإدانة لتدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن المصري. رفض سياسي وحقوقي كبير لبيان البرلمان الأوروبي الصادر ضد الدولة المصرية، الذي اعتبره الأحزاب والكيانات السياسية تدخلاً غير مبرر بالشأن الداخلي المصري، خاصة في الحديث عن العملية الانتخابية التي هي أمر مصري خالص. وأيضاً البيان حمل تدخلات في قرارات القضاء المصري واستقلاله. الأستاذ عبد الناصر أنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية والأمين المساعد لحزب التجمع، كان له تحليل سياسي خاص لبيان البرلمان الأوروبي وتوقيته ودلالاته، وأيضاً تحليل خاص لما يتم حالياً في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المصرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا ينضم عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر أنديل. أهلاً بحضرتك أستاذ عبد الناصر. أهلاً بحضرتك يا فندم. أستاذ عبد الناصر، حدثنا يعني كيف يعني شاهدت أو استمعت إلى البيان الخاص بالبرلمان الأوروبي؟ إن البرلمان الأوروبي هو واحد من ألغاز السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدوره ومساحة الاختصاص المنصوص عليه فيما يتعلق بآلية إنشائه. المفروض إن البرلمان الأوروبي هو آلية توافقت الدول الأوروبية عليها لوجود كيان جمعي يضم الدول الأوروبية في إطار عملية خلق بيئة مناسبة للعمل الجمعي الأوروبي، وليس للحديث في السياسة العامة وسياسات الدول المختلفة التي تتميز سياسات الدول الأوروبية بشأنها. فتحولت تلك الآلية في الحالة المصرية إلى حالة عدائية غريبة وغير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الدولية بشكل عام. لو تابعنا أو حللنا أداءات البرلمان الأوروبي وبياناته، هنجد أنه بينتزع لنفسه اختصاص عدائي فيما يتعلق بالدولة المصرية، بداية من بيانهم للتعليق على الموجات الشعبية غير المسبوقة لثورة 30/6 التصحيحية التي أدت لرحيل جماعة تمييزية وطائفية عن السلطة في مصر بإرادة المصريين، أو للمطالبة بالتدخل الدولي وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في وفاة المتهم محمد مرسي داخل. أستاذ عبد الناصر، خلينا يعني نسأل حضرتك كمان، يعني كان في تدخلات في أحكام قضائية مصرية صدرت، رأي حضرتك إيه؟ كده دي نقطة مهمة، أو ده بعد جديد ظهر في بيانات البرلمان الأوروبي، إنه بدأ ينتزع لنفسه آلية بعكس كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية اللي بتؤكد على ضرورة ضمان نزاهة واستقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات عمله أو في أحكامه. فلقينا إن البرلمان الأوروبي بيصدر بياناته يطالب بوقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم طبيعية وطنية، ويطالب بالإفراج عن أشخاص مدانين بعقوبات نهائية في قضايا تتعلق بجرائم ثابتة بذاتها ولا تمثل وجهة نظر سياسي أو تحليلا سياسيا، زي الواقعة الأخيرة الخاصة بالمدان هشام قاسم بحكم قضائي ناتج بالأساس عن دعوة قضائية أو بلاغ تقدم به أحد زملائه في التكتل السياسي الذي ينتمي إليه. هذا الزميل تقدم ضده ببلاغ قضائي يتهمه بالسب والقصد. عند التحقيق في هذا البلاغ رفض هشام قاسم أنه يسدد المبلغ الغرامة المنصوص عليه في قرار المحكمة فيما يتعلق به، وبالتالي أحيل إلى المحاكمة محبوسا، وده مفهوش يعني أي شيء، دي قاعدة قانونية. بالنسبة كمان يا فندم للحديث، يعني اسمح لي أسأل حضرتك، بالنسبة للحديث عن يعني مرشح محتمل بعينه والكلام عن حملات أو التأييدات من أنصاره في مكاتب الشهر العقاري، دي واقعة تانية مهمة جدا كان مهم في الشأن العام إن احنا نرصدها في المركز ونعلق عليها، لأني المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، وهو مرشح محتمل لأنه لم يكمل توكيلاته أو وضعه القانوني بعد، أو لم يكتمل وضعه القانوني بعد، بدأ
يصدر العديد من البيانات التي يدعي فيها وجود تقييدات وعراقيل تواجهه في استخراج التوكيلات الخاصة بتأييده من الشهر العقاري، لأنه عجز على أنه يقدر يوفر التسكيات المطلوبة من البرلمان وعددها 20 تسكية، فذهب إلى التوكيلات الشعبية وعددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة. بدأ يتكلم عن تقييدات. الحقيقة ان التقييدات دي كانت ناتجة من اقبال شعبي كبير في الايام الثلاثة الاولى الناتج عن قيام عدد من النواب باكتساب انصارهم، لكن من اليوم الرابع حملة المرشح نفسه اعلنت ان البيئة تغيرت وان بقى فيه سهولة ويسر في عملية استخراج التوكيلات. الهيئة الوطنية زودت عدد الاجهزة واعلنت عن آلية لمراقبة عملية استخراج التوكيلات ووضع ضوابط للتحقيق السريع والعاجل في الشكاوى المرتبطة بها، وبدأ أنصار هذا المرشح المحتمل يكتبوا على صفحاتهم اللي هي بالمناسبة جزء منها صفحة رسمية لحملته، بيقولوا إن في سهولة ويسر شديد في استخراج التوكيلات، لكن كل يوم هو بنفسه كان يخرج على فضائيات غير وطنية للإعلان عن وجود تقييدات تواجهه والإعلان عن وجود ممارسات تمثل عراقيل، برغم إنه كان يذهب إلى مكاتب الشهر العقاري وهو يصطحب معه مجموعة من أنصاره، يرفع لافتات، يعلق شارات، يهتفون لصالحه. كل دي جرائم بطبيعتها، يعني دي جرائم انتخابية لأنه محظور ممارستها خلال الفترة السابقة على إعلان القائمة النهائية للمرشحين، فدي دعاية في غير موعدها. ورغم ذلك صمتت عنها اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن هو لم يصمت، هو مستمر في الحديث عن وجود تقييدات غير يعني حقيقية. اسمح لي الأخبار والمعلومات بتؤكد إنه كاذب في العديد مما ينشره على صفحته الشخصية، والوقائع الثابتة بحق عبر صفحات أنصاره تؤكد على إن الشهر العقاري يشهد تغير كبير في آلية استخراج التوكيلات. في عدد كبير من يعني الشخصيات حضرتك العامة ذهبت. حضرتك ذكرت ان كان في تسهيلات، وكمان انصار المرشح المحتمل اكدوا ده على صفحاتهم، يعني رغم هذه التسهيلات هناك نائب سابق عمل رصد زمني لتوقيت قيامه باستخراج التوكيل، بدءا من حصوله على رقم 34 اللي هو رقم وصوله لمكتب الشرع العقاري لحد ما خد التوكيل واتصور بيه بره، قال انه 30 دقيقه من الساعه 11 للساعه 11 ونص. بما ان كان في تسهيلات يا استاذ عبد الناصر، يعني تعليق حضرتك ليه البرلمان الاوروبي تدخل في مساله الانتخابات في حين ان المرشح وانصاره يعني اكدوا على صفحاتهم ان ما كانش في يعني ان كان في تسهيلات في الشهر العقاري وما كانش في اي منع؟ يعني شوف، البرلمان الاوروبي لو عايز ترجع موقفه الاساسي، البرلمان الاوروبي لا يقبل او لم يقبل بعد فكره قيام المصريين بتصحيح المسار وانتزاع جماعه من الحكم كانت تمثل رافضا تابعا للبرلمان الاوروبي ولاحزابه المختلفه، ويسعون للتشكيك في اي عمليه وطنيه تتم لتجديد الولاء للسلطه التي اختارها الشعب المصري في 30/6. بالتالي هم لن يقبلوا بأي إجراء، هم لن يسمحوا باكتمال أي عملية دون التشكيك فيها، هم هيحاولوا في كل اللحظات الإيحاء بأن هناك مخالفات، لكن على أرض الواقع في عندنا 42 مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع الوطني تراقب كل تفصيلة من تفصيلات العملية الانتخابية، وسائل الإعلام عندنا 62 وسيلة إعلام وطنية سواء صحف أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، وعندنا ما يقرب من 168 مراسل دولي موجودين بيراقبوا العملية الانتخابية. أنا ما قريتش لحد دلوقتي أي انتقادات تمثل انتهاك صارخ للعملية الانتخابية، ربما هناك بعض المشكلات لكنها يجب لمعالجتها أول بأول. على رأسها كانت فكرة الازدحام الشديد أمام لجان أمام مكاتب الشرع العقاري، لو حضرتك نزلت دلوقتي هتلاقي مكاتب الشرع العقاري بالتأكيد يعني بالتأكيد يا في فندم، سهولة وفي بعض ويسر في المرشحين العملية كمان. فيها، وبالتالي المعالجة هنا مهم جدا إن احنا ناخد في الاعتبار إننا إذا عملية سخنة بطبيعتها، وده في العالم كله مش عندنا بس، الانتخابات الأمريكية حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وبرغم قرب إجراء عملية انتخابية جديدة لانتخاب جديد رئيس جديد من 4 سنين، ما زال المرشح الذي خسر يشكك في نزاهة وصحة تلك العملية. يعني استاذ عبد الناصر، طبعا يعني العمليات الانتخابية هي أصلها عمليات بتشهد
تفاوت في وجهات النظر، لكن التشكيك غير المقبول اللي هو التدخل في السياده الوطنيه ومحاوله املاء بالتأكيد. اراده خارجيه على المصريين. بالتأكيد أستاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا لحضرتك. وهذا كان تعليق الأستاذ عبد الناصر أنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية والأمين المساعد لحزب التجمع، حول بيان برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية وبعض الأحكام القضائية. وإلى هنا تنتهي خدمتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.